عسلامة ومرحبا بكم في فقرة جديدة من كلمة عزيزة. في الفقرة هذه باش نحكيو على أهمية الوقت، باش نحكيو على الدقيقة. قديش من واحد حكمت فيه دقيقة ومش عارف لا كيفاش لا وقتاش. موضوع اليوم هو حكاية طفل صغير. طفل صغير فرحان وصل أبوه المكتب، دخل القسم قاعد يصور وقت المعلم بدا يفسر في الدرس. غزر المعلم وفاق بيه اللي هو ماهوش قاعد يتبع، سأله ياخي جاوب بالغلط، ياخي غزر له قدام اللي قاعدين وقالوا برشا كلام خايب، قالوا انت ضعيف وماكش باش توصل وماكش باش تنجح. ياخي في الدقيقة هذيك فقد الثقة وبدموعه سقى بذرة الشك اللي زرعها فيه. قديه من شر وقديه من خير تزرع في أقل من دقيقة. قديش من أم ولا أبو فهم العبرة، وحتى كان عيطوا الأستاذ ولا المعلم وقالوا راهو ولدك ضعيف، كي روح يقول ولده راهو المعلم فرحان بيك. وحتى كان أنت ضعيف في حاجات قال اللي أنت ذكي واللي أنت باش توصل، ويكون في الدقيقة هذيك زرع فيه بذرة الثقة. اليوم من الدقيقة هذه أنت تختار، تستسلم وترضى بالواقع، وإلا تاخو قرار، تاخو خطوة لقدام تبدل فيها مصير الدقايق اللي جايين. أنت اللي تختار.